لا، بما انه كنا عم نقول انه نحن بالحدائق العامة، اكيد والحديقة العامة هي من اكبر الحدائق واهم الحدائق بالشرق الاوسط. رغم كل ما مرت في حلب، بقيت الحدائق العامة بحلب المتنفس الصحي لاهلها والملعب الامن لاطفاله. وتاتي بمقدمة الحدائق الحديقة العامة مثل ما حكينا، التي تقع بمحطة بغداد بقلب المدينة. اليوم رح نحكي شو هي اهم حدائق حلب، شو بيميز الحدائق العامة عند غيرها. اكيد بدنا نحكي مع الاستاذ يحيى ضو واستاذ كميت ايضا من المحافظه. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم، وكل عام وانتم بخير. صباح الخير، صباح النصر يسعد لكم، صباحكم. واهلا وسهلا فيكم بحلب الشهباء، حلب النصر، حلب الصمود، حلب دائما القدرة الدائمة ان شاء الله. يسعد يسعد صباحكم. صباحكم. يسعد صباحكم بونجور. واهلا وسهلا فيكم في مدينتكم الثانية حلب، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، يسعد لي هالصباح. يعني بالبدايه خلينا نحكي شوي، كل مكان بحلب له تفصيل خاص بقلب الحلبيين. بلش مع أكيد حضرتك تفضلي. استاذ يحيى، يعني خلينا نحكي قديش اليوم الحديقه العامه هي بتخص الكبير بتخص الصغير، هي منفس للاكسجين، هي لها مكان كثير مهمه بقلوب كل السكان بحلب. يسعد صباحكم مرة ثانية. نحن بالحديقة العامة هي من أجمل الحدائق في الشرق الأوسط وليست في سوريا، يعني افتتحت عام 1900. نحن نعطي لمحة هيك تاريخية بس عن اوكي. الحديقة، افتتحت عام 1949 بعد تم استملاكها من قبل مجد الدين الجابري آنذاك، وأعيد تأهيله لتصبح مثل ما تفضلتي المتنفس الوحيد لأهالي مدينة حلب كانت آنذاك. الحديقة العامة تعتبر من أجمل الحدائق وأكبرها في مدينة حلب. الحديقة الثانية من حيث المساحة تعتبر مساحتها 17 هكتار، يعني عدد الأشجار فيها 3000 شجرة متنوعة، فيها أقفاص حيوانات، 7 أقفاص حيوانات، وجد 7 مسطحات مائية، يعني فيها العديد من الفعاليات، مدينة ألعاب الأطفال، مدينة ألعاب الرياضيين الحديد. يعني الحديقة يعني أعيد تأهيلها، هلا حاليا تم إعادة تأهيلها بشكل كامل. هلا بدي تحكي لكم أستاذ عماد على الموضوع، إعادة التأهيل كمان اللي صار بالفترة الأخيرة. كبير في مدينة حلب، أولا طبعا لها دلالة مكانية ولها دلالة وطنية، وارتبط اسمها بالكثير من الرموز الوطنية في مدينة حلب. يعني مثل ما حكى الأستاذ يحيى، عائلة الجابري وهي عائلة وطنية في مدينة حلب، كان لها دور كبير بين فترة النضال ضد المستعمر الفرنسي للخروج إلى طبعا الأرض كلها كانت هي أرض بشكل عام، إنه المحتلين العثمانيين كانوا حاطينها مثل أملاك سلطانية أو وقفية، فكان إرضاء لأهالي حلب إنه قبيل أفول غير مأسوف عليهم العثمانيين، انه قاموا بتوزيع بعض الاراضي الوقفيه للرجال الوطنيين في المنطقه لاسترضاء الناس وميل هوائهم. فمن ضمن الناس اللي وزعوا لهم كانت عائله الجابري في المنطقه هون، كان وقف سلطاني، ولكن بادروا بموقف وطني اكبر بعد التحرير من الاحتلال العثماني. فقال لهم نافع هو اللي هو كان مالك الحديقة، مالك الأرض الحقيقية للحديقة، إنه نحن هاي الأرض هي وأعطانا إياها السلطان العثماني، وأنا هي ليست ملكي إنما ملك الشعب. فهي الحالة تمثل الحالة الجمعية الوطنية والمحبة لأبناء أهالي حلب لمدينة حلب، فهي رمز وطني أيضا، كون تحوي حتى الرموز الفكرية والثقافية والأدبية اللي عاصرت حلب عبر مختلف العصور، مخلدة بتماثيل وبذكرى معينة. بتلاحظوا يعني نحن لما بنقول أبو حلب فبنقول فورا ورانا ابو فراس الحمداني، فهي لاحقه اصبحت، بتلاحق بتقولوا حلب بتقولوا هو بحتري، بتقولوا حلب بتقولوا الصنوبري. فاذا الرموز الوطنيه كلها مجموعه هون، فهو اصبح ليس فقط حاله بيئيه حديقه او تنفس، انما ايضا هو متحف، متحف تراثي ثقافي ناطق. نعم تمام سيد يحيى، يعني كمان بالإضافة لكل اللي ذكرهم الأستاذ كميت، بدنا نحكي إنه كان في عالم أو لهلا العالم بتيجي بتسترزق بالحديقة، صح؟ موجود يعني الموضوع. في كان في حلاق، خلينا نحكي في حلاق قديم نستذكر كان، ايه حلاق جوال حلاق كان. جوال لا زال موجود، عم بيجي فترات متقطعه. هلا نتيجه الظروف اللي مرت في على البلد هون، كانت منطقه ينزل فيها قذائف هون اكثر من مره، فالعالم عزفت عن الدخول للحديقة، بس حاليا رجعت
العادات والتقاليد القديمة مثل ما تفضلتي، حلاق وكذا، كبياع السحلة، بياع الكعك، هدول كلهم بتلاقيهم موجودين كانوا. بس هلا حاليا بسبب جائحة كورونا نحن عملنا اغلاق الحدائق، فلذلك هلا ما عم بتلاقوا في الاشخاص الموجودين او المواطنين الموجودين من رواد الحدائق يعني. نعم استاذ كوميت، يعني كنا عم نحكي انه تعرضت الحدائق مثل ما حكى الاستاذ يحيى لعدد من قذائف الهاون، تعرضت لعدد مثلا من التخريب في فتره مرت عليها صعبه لحلب، ومن الاماكن يعني كمان تعرضت لاذى. اليوم شو هي الخطط لتنظيم الحديقه، لترميم يمكن الاثار اللي تخربت فيها؟ انتم كمحافظه شو هي الخطط اللي انتم عم تقوموا فيها؟ طبعا نحن في محافظه حلب وباهتمام مباشر من السيد المحافظ أولينا جزء مهم جدا من اهتمامنا ودراساتنا ومشاريعنا للمسطحات الخضراء في مدينة حلب. لما أقول المسطحات الخضراء فهي تشمل ضمن المدينة هي الحدائق والمستديرات والمنصفات والجزر الوسطية، وخارج المدينة هي الأمور الحراجية والأشجار. فنحن عبر ذلك أولا كان عندنا شيء إسعافي، أنه الشيء الإسعافي هو عبارة عن مكان رمزي أيضا، هو حين شجرة معينة بتروح بتموت بفعل إرهاب بتحترق إلى آخره، نحن فورا وبنفس اليوم كنا نزيل أثار إرهاب ونزرع شجرة مقابل بديلة إلى أنه حلب دائما ستبقى جذور أصيلة وستبقى دائمة النصر إن شاء الله. فأما الموضوع الاستراتيجي أو الموضوع المتوسط الأمد، قبل أن نقول استراتيجي المتوسط الأمد، قمنا بموضوع بإعداد دراسات وتنفيذ العديد من المشاريع والترافية المدينة، يعني المناطق المحررة سواء في منطقة الفردوس، حديقة جسر الحاج، أو في بستان القصر، حديقة الشهباء، أو في أيضا منطقة قاضي عسكر وهنانو، حتى في منطقة الحمدانية، أخيرا في حلب الجديدة. جملة من المشاريع طبعا اللي من خلالها عدنا القلق إلى حوالي 90% من الحدائق اللي معروفة في مدينة حلب. ناهيك عن المسطحات الخضراء، المستديرات أهلنا حوالي ما يقارب 50 مستديرة بتأهيل بتشاركية جدا كثير كانت مميزة مع المجتمع المحلي اللي هي كانت تميز فيه حلب، يعني من خلال فعاليات التجارية والأخوة المواطنين وآخره. قمنا بالكثير من المشاريع المشتركة وبالتشاركية معهم، ليس فقط بموضوع الترميم الحجر، إنما أيضا الزراعة وانتقاء المزروعات تناسب كل منطقة بطبيعتها. يعني بشكل عام كان ورشة عمل سواء الأخوة المواطنين بالتشاركية مع محافظة حلب، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومجلس مدينة حلب، كنا بشكل دائم مشاريعنا مستمرة، وتتميز المشاريع الحدائق والمشاريع الخضراء أنه هي ليست آنية أو مرحلية أو يعني خلال موسم معين، لأنه مثلا زفت ممكن نقول أنه بيبدأ بالشهر الرابع إلى الشهر 11 أو البناء، أما الحدائق فعلى مدار العام هناك عمل، عام كم شهر معد للزراعة، كم شهر للتقليم، كم شهر للسقاية للحراثة. إذن فالعمل الزراعي وعمل الحدائق هو عمل مستمر على مدار العام. نعم سيدة يحيى، يعني خلينا هيك نرجع نحكي شوية تاريخ وشوية حكي عن الحديقة العامة، نحكي عن المنحوتات، مين هن أهم الفنانين يلي شاركوا بتقديم هاي المنحوتات إلى الحديقة العامة؟ نحكي أيضا ونرجع بالذاكرة إلى الوراء ونحكي يمكن كيف كانوا الناس يجوا من قبل، كيف العائلة كلها تجتمع وتجي لهون ويقضوا نهار يمكن من الصباح للمساء من كبرى للحديقة. هلا تاريخيا مثل ما تفضلتي يعني كان هي وحديقة السبيل المتنفسين الوحيدين الموجودين في مدينة حلب، فكان العالم يوم الجمعة، خاصة يوم الجمعة يعني يوم العطل، فيجيبوا أكلاتهم شرباتهم كلها يجوا على الحديقة يقعدوا يخلصوا يقوموا. يعني نحن هالحديقة متنفس مثل ما حكيت لك وحيد، يعني كان الاول كان في عنا حفاظ كمان على الحديقه على نظافتها. يعني انا بتلاحظي هلا الحديقه يعني هلا نظيفه، بس حاليا الوضع يعني
نتمنى نحن من اخوتنا المواطنين مثل ما حكينا هلا انه كمان يحافظونا على نظافه الحدائق. هي حلب ما شاء الله قديش نظيفه، قديش شوارعها نظيفه، عن جد هذا الشيء كثير مميز بحلب انه شوارع نظيفه وحتى الحديقه كثير نظيفه. يعني الحمد لله بدنا نوصل هاي الرساله. نحن الموضوع نحن حبينا نوصل هلا باعتبار معكم مباشر المتابعه الموضوع النظافه وموضوع الخدمي متابع من السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس مدينه بشكل يومي. يعني موضوع النظافه يعني مثل ما يقولوا خط احمر نظافي عندنا، بس ولكن الامكانيات الموجوده عم قدر الامكان عم نستثمرها. فنحن على المنحوتات يعني مثل ما تفضلتوا انه ورانا هو فراس الحمداني والبحتري واكثر من 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 معلم او معلم للاشخاص الذين قادموا لمدينه حلب. البحتري يعني لما نحكي على موضوع تاريخ البحتري، يعني هو هذا ولد في مدينه منبج وتوفي ب 820 ميلادي وتوفي 897 ميلادي، وهو من اشهر نحكي على هون الموجودين تماثيله موجوده هون للذكرى، وهو من اشهر الشعراء العباسيين. ولا كمان ابو فراس الحمداني نفس الشيء كمان من الشعراء اللي مروا على مدينه حلب وكان لهم اثر كبير. ولد 1932 على ما اعتقد ميلاديه، توفي 968 ميلادي. فهي لمحه يعني هيك قدر الامكان. ومثل ما حكينا نرجع نقول على موضوع الاهالي كانوا يجوا هون يعملوا اكلاتهم، يجيب اكله وشربهم، يقعدوا بالحديقه للمساء يقولون. يعني هون في مسطحات مائيه موجوده قديما ولا زالت، هلا صار في تطوير. يعني احنا عملنا مسطح مائي هون على الموسيقى قبل الازمه، هلا حاليا بحاجه لترميم وان شاء الله السنه الجاي نعمل له ترميم. هذا موسيقي نوافير مائيه موسيقيه حلو موجود بمسطح مائي هون. هذا شغلناه بال 2010 بعدون هلا بسبب سقوط قذائف الارهابيه اللي صارت هون، فتم اصابه قسم كبير منهم. هي عم يشغلوا لنا شوي انشغلوا النوافير. هي تم اعاده ترميمها هلا وتاهيلها من حوالي شيء شهر شهر ونص بجهود محليه وبمتابعه حثيثه من السيد المحافظ هذه المواضيع القادمه. الله يعطيكم الف عافيه. منيح مش عم بارد شوب استاذ كميتا. كمان خلينا نحكي تطويرات كثيره لحقت بالحديقه، يمكن فتره على فتره وواكبنا فتره كانت كثير صعبه هي الحرب الارهابيه من قذائف ومن هيك. خلينا نحكي اكثر اليوم كيف نحن عم نقدر نخدمها للحديقه من خلال مثلا الطاقه الشمسيه، من خلال امدادات شيء نواكب اكثر تطوريا لحتى نحافظ عليها. طبعا نحن مثل ما ذكر بالبدايه الموضوع انه موقع الحديقه ايضا هو مهم. ف للاخوه الحلبيين المواطنين الحلبيين بيعرفوا تماما انه هاي المنطقه كانت هي من اكثر المناطق خطرا اثناء احنا مره كنا عم نصور على الهواء واجت رصاص متفجر كان نعم تماما تماما قدامنا على المصور كمان. يعني الجميل بالموضوع انه كل القطاعات عانت بشكل متشابه وتعلم تماما حجم الالم. لذلك لما بتجوا انتوا على حلب اخوتنا الاعلاميين تعرفوا حجم العمل، لاني نحن اشتغلنا سوا وكنتوا معنا رودفاء وبكثير من الحالات يعني نترحم على شهداء الاعلام اللي سقطوا. فنحن بالموضوع تماما انتم كنتوا مواكبين معنا الحدث دائما. المنطقه كانت خطره جدا، فنحن تعرضت لدمار ممنهج. ومثل ما معلوم لدى الجميع انه الدمار دائما هو الارهابيين وفكرهم التكفيري وفكرهم الارهابي الاسود دائما يستهدف ما هو كله جميل وكله رمز للحياه. وبطبيعه الاحوال راح يكون ايضا استهدافهم للحدائق وجمال هذه الحدائق. فتعرضت الكثير من القذائف ادى لتخريب الجزء مهم من سورة، الى ايضا احتراق بعض الاشجار منها، ايضا الى المسطحات المائيه السبعه خرجت في معظمها عن الخدمه. كل هالمواضيع نحن كنا لابد ان نعيد فوره تحرير المنهجيه لاعاد اطلاق هذه الحديقه. بدانا بجهود مثل ما حكى يحكي معنا المدير الخدمي المختص بالموضوع انه الجهود المحليه اللي اثمرت ايضا باعاده القلق اللي شايفينه انتم. بدينا بامكاناتنا نحن الذاتيه بمحافظه حلب وفق تعليمات سيد المحافظ
مع عمالنا نحن، بتحفيزهم على العمل، ايضا اكثر من التحفيز المادي هو المحبه والارتباط الروحي لاهالي حلب عموما بهذه الحديقه، فشعروا الجميع بانه واجبهم تجاه احد رموز المدينه انه يشتغلوا. فلاحظنا انه بدينا ورشه عمل متكامله من كساحه اشجار، من دهان ارضفه، من مقاعد، من يعني السلل، من اي اقفاص حيوانات، حتى يعني رمزيه بسيطه، حتى الحمام عدنا اقفاصه في اللي كانت موجوده سابقا. فالحمام ليس فقط هو رمز للسلام وامان المدينه الواضعه الجميله، ولكن ايضا جنبه راح يكون في قفص للطيور الجارحه والصقور ايضا، لانه ايضا هو رمز، هو رمز ستضاف، لان نحن ليس فقط نحن، نعم رمزنا الحمام هي السلام، سلام، ولكن ايضا هناك حلب بقدر ما هي وديعه، بقدر ما هي مقاومة ومتحدية لكل الإرهاب. نعم، يعني كنا عم نحكي عن بعض الإضافات اللي ممكن تنضاف للحديقة، لأنه كل فترة عم تتغير أشكال نعم. الحديقة العامة، شو الهدف من هذا الشيء؟ يعني بالنهاية شو نعم. نوع الإضافات تمام. اللي عم بتكون؟ هلا نحن حكينا موضوع إنه نحن راح نحافظ على تراث الحديقة، راح نحافظ على الروح التاريخية، المحتوى الحضاري لهذه الحديقة المعبر عن التسلسل التاريخي، ولكن ممكن أن تضاف لمسات عصرية معينة بحيث أنه تشير إلى أنه التطور التاريخي وتقع ضمن التسلسل التاريخي للحديقة. يعني لما عم نحكي عن النافورة المائية، النافورة المائية اللي هي راح تكون راح نشتغلها قريبا، هي اللي حكى عنها الأستاذ يحيى، نعم، النافورة الصوتية، هلا هي راح تقدم إضافة جديدة للحديقة. أيضا في كثير من الحدائق، ومن ضمنها راح يكون هنا في عندنا دراسة لموضوع الإنارة بالطاقة الشمسية واستغلال الطاقة الشمسية. طبعا بهالمجال في مدينة حلب بدينا بالشوارع، سننتقل للحدائق، انتقلنا بجزء منها، ركبنا حوالي 4600 عمود طاقة شمسية. فهي الطاقة نحن عم نحاول نستغلها بحلب، بدأنا فيها بالمناطق الأكثر أهمية، الأكثر أو أهمية من حيث الإنارة اللي هي الشوارع، لأن الحدائق تعرفوا عند المساء تغلق، فبالتالي نحن الزمن الاستثماري للإنارة بالطاقة الشمسية بالشارع أكثر استثمارية وأكثر مردود، وبالتالي نحن بدأنا بالشوارع، وحين الانتهاء من أولوية الشوارع أكيد الحدائق، وفي كل أضبارة من الحدائق اللي عم إعادة تأهيلها نلحظ فيها الإنارة، بعض النقاط الضوئية بالطاقة الشمسية. طبعا هناك افكار كثيره لهالموضوع، ممكن نحن حتى في بعض الحدائق اذا عم ندرس حاله التيارات الهوائيه فيها، ممكن نحن يكون في عندنا عنفات هوائيه راح تكون في الدراسات القادمه، بحيث انه نوصل لمرحله انه ممكن نغذي كهربائيا لبعض الحدائق من هذه العنفات الهوائيه. بتذكرني هون ايضا فكره دراسه رائده لاحد الحدائق، في حال نجحت كلت بالنجاح راح تطبق في الحديقه المركز، وهي حديقه الحديقه العامه اللي هي في حديقه الصنوبر في منطقه قرب دوار الجابري. عم نحط لنا دراسه راح يكون في اشجار دائمه الخضره، زهور دائمه الخضره، ايضا مساحات صديقه للبيئه، صديقه للطفل، راح يكون في عندنا حتى فكره انه تزويده بمخدم دائم للانترنت، باماكن لUSBيات شحن. فراح يكون في حال نجحت هذه التجربه، ونتمنى نامل ذلك، ستعمم على الحديقه العامه. نعم، بالختام استاذ يحيى، نحن كثير مبسوطين انه حضرتك كنت اليوم معنا بالصباح الحلو، وحكينا هيك شوي عن الحديقه. بالختام بتحب تضيف شيء لكل الناس يلي عم يتابعونا، لكل الناس يلي سافروا برات حلب، برات سوريا، لكل الناس يلي عم يسالوا انه كيف الوضع؟ بنقول لهم من الحديقه نحن بنوعدكم الوضع غير شكل، وين بوردين على النوافذ فلوني علوها اكثر شيء مبسوطين تبعون الصوت والكاميرا. نحن من موقع مثل ما تفضلتي من الحديقه العامه هون، ان شاء الله نامل من اخوتنا اللي هاجروا واللي طلعوا، البلد الحمد لله عم تتعافى شيئا فشيئا بجهودهم وجهود القائمين هون، كلها ان شاء الله بترجع مثل ما كنا اولي واحسن، يعني ان شاء الله. نتمنى عوده اي جميع الاخوه المواطنين اللي رجعوا، او اخوتنا اللي سافروا لغرض ما او لدراسه لاي شيء، يا هلا الحمد لله تعافت، وان شاء الله بجهودنا مثل ما حكيت اللي بجهود الاخوه الموجودين والمواطنين الموجودين كلياتنا بنكمل بعضنا لترجع البلد كما كانت ان شاء الله. ان شاء الله. نعم، نحن بنتشكر وجودكم معنا، ويعطيكم الف عافيه، ان شاء الله بنشوف الحديقه العامه دائما بابهى حله ليا، مشان كل ما نجي على حلب اول مكان نزوره كمان مثل العاده. شكرا لكم، دائما صباح النصر، ومنحيي
تضحيات الجيش العربي السوري اللي لولا دماء الشهداء وبركتهم ما كنا ايضا نحن متواجدين هون. صحيح. شكرا لكم وصباح النصر مجددا. يسعد صباحك استاذ كميثة. نحن باليوم الاخير من تغطيتنا الاعلاميه نشكرك كثير وشكرا لتعاونك الدائم معنا. يعني استاذ كميثة هو صديق الجميع وملبي جميع الطلبات الاعلاميه لاظهار حلب بابهى صوره. شكرا كثير. بالعكس هذا واجبنا ونحن انتم شركائنا دائما بالنصر الميداني والنصر الخدمي ايضا. ميرسي كثير لك استاذ يحيى. شكرا كثير. انبسطنا اليوم بصباحنا معك. اهلا وسهلا فيكم وانبسطنا نحن كمان بالعكس. ان شاء الله السنه الجديده تكون حلوه عليكم يا رب. ان شاء الله وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله وعلى الوطن وعقائد الوطن يا رب. ان شاء الله.